Remember when love was all that mattered? I do. Remember how I used to make you love until it hurt. Now those memories fell like thorns on a patch, a rose I can no longer touch. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله كاملين، وبطبيعه الحال بدون استثناء وصفه جديده وطبيعيه وفعاله 100% ان شاء الله. وقبل ما ندوزوا الفيديو بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، ما تنسونيش عفاكم واللايكات ديالكم لانها كتشجعنا وكتخلينا نزيدوا القدام. اما الا كنتي كتشوف القناه الاول مره ما تردوش انكم تنضموا للعائله وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا بطبيعه الحال باش يوصلكم الجديد ديال القناه. وشكرا لكم بزاف مره اخرى. Si ves el canal por la primera vez, no dudes de suscribirse, activa la campanita para que no pierdas ninguno de mis videos y muchísimas gracias. اليوم جبت لكم واحد الوصفة صراحة رائعة رائعة، ومن البداية ديال الاستعمال كتبان النتائج ديالها الفعالة. خاصنا غير نستمروا عليها واحد شوية وغادي تشوفوا النتيجة بعينكم ان شاء الله. جبت لكم واحد الوصفه باش نحيدوا التجاعيد اللي كتكون عندنا حول العينين او في الجبين او في حول الفم، دوك الخطوط الرقيقه والتجاعيد اللي كتبدا تبان لنا رقيقه، هذوك ان شاء الله خاصنا نبداو نحاربوا فيهم من قبل ما يبداو يبانوا، ماشي حتى انهم يتكاثروا عاد كنبداو نحاربوا. يعني من يعني الوقايه كما كنقولوا الوقايه خير من العلاج، يعني خاصنا دائما نحاربوا الحوايج قبل ما يبانوا، اما الا حتى بانوا حتى كثروا يعني كيولي شويه صعيب علينا اننا نزولوهم. دابا غادي نقول لكم البنات المكونات اللي عندي، مكونات سهله ولكن فعاله ان شاء الله. عندي بيضه ولكن ناخذ غير بياض البيض، غير البياض فقط. كنعرفوا البياض ديال البيض كيحتوي على بروتينات اللي كتعمل على تحفيز تحفيز الجسم على انتاج الكولاجين، الكولاجين اللازم اللي كيعطينا النضاره ديال البشره، كيأخر ظهور علامات الشيخوخه لانه كيحتوي على الفيتامين ا وبي، وكيساعد على تفتيح البشره والتخلص من الشحوب ديال الوجه. صراحه البيض رائع البنات، بالنسبه لشد الوجه كذلك كيشد لنا الوجه. غادي نحتاجو زيت الافوكا، زيت الافوكاتي. صراحه زيت الافوكاتي كيغذي البشره وكيعمل على الترطيب ديالها والحد من الجفاف ديالها، وكيعالج حتى حبوب الشباب، يعني حب الشباب يعالج حب الشباب، وكيحارب العلامات ديال التقدم ديال السن، وكيقضي على الخطوط الرقيقه ديال اللي كيبداو يبانوا فينا كيقضي عليهم. زيت الافوكاتي. وعندنا جيل ديال اليوفيرا ولا النبته، الا كانت عندكم النبته الطبيعيه من الافضل بطبيعه الحال، غادي ناخذوا غير داك الجيل اللي كيكون الوسط ديالها صافي، ولا ما كانش عندنا ممكن انا نستعملوا الجل. كنعرفوا الاليوفيرا عندها صراحه فوائد كبيره على البشره، كتغذيها كترطب البشره يعني كتساعد على كتعطي واحد الملمس رائع للوجه، كتساعد على يعني قضاء على التجاعيد، فوائد كثيره ومتعدده صراحه. اليوفيرا رائع. دابا غادي ندوز معكم للطريقه ديال التحضير. اول حاجه شنو غادي نعملو، غادي نحاول نفرق البيض على الصفر، غادي ناخذ غير البيض. صراحه بياض البيض كيعمل على شد البشره، يعني راه بحال الشكل، وكيعمل حتى على شكل بوتوكس، يعني البشره كتشد، يعني شد البشره. صافي البنات، صافي دابا البنات كتشوفوا خديت بياض البيض عندي هنايا، غادي نزيد عليها البنات معلقه صغيره ديال جيل ديال اليوفيرا. الا كانت عندكم النبته كذلك ممكن كما قلت لكم من قبل انكم تغسلوها باش تحيدوا منها داك واحد الماده كتكون صفراء، من بعد كتغسلوها مزيان وكتاخذوا غير الجيل الداخل. غادي ناخذ هنا معلقه صغيره، انا عندي غير هذا الجيل هذا. معلقه صغيره ودابا غادي نزيدو قطرات ديال زيت الافوكاتي، يعني زيت لافوكا.
البنات ممكن انا نعوضه زيت الافوكا، نعوضوه بزيت اللوز ولا زيت الخروع، حتى زيت ارغان ممكن اننا نستعمله. غادي نعمل غير قطرات، تقريبا 6 القطرات اللي عملت صافي، وغادي نخلط مزيان. صافي البنات، ها هو الخليط ديالي تخلط مزيان. المهم البنات دابا غادي ندوز نقول لكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو. غنعملوه على الوجه ديالنا في هنايا في حول الفم، فين ما كانوا عندنا التجاعيد نعملوه، مثلا في الجبين، تحت العينين، ما تخافوش منه، راه ممكن نوضعوه حتى تحت العينين، يعني كيحيد لنا داك الانتفاخ، كيزول حتى داك السواد اللي تحت العينين. المهم نحاولوا ندير واحد المساج ولكن نطلعوا يعني العكس ديال دوك التجاعيد، بحال كنجبدوا الوجه شويه، بحال نجبدوه. المهم ونخليوه 20 دقيقه، يعني نخليوه على الوجه واحد ما بين 20 حتى نص ساعه على الوجه ديالنا، ومن بعد نغسلوه ولكن بالماء البارد ماشي بالماء الفاتر. البنات من الافضل باش تحصلوا على نتائج فعاله بالماء البارد، نغسلوه من ما بين 20 دقيقه حتى نص ساعه، من الافضل تخليوه نص ساعه، ولكن في حاله الا ما كانش عندكم الوقت 20 25 حتى نص ساعه. كنستعملوه في الصباح وبالليل، يعني جوج مرات في النهار، ممكن انكم تستعملوه نهار ايه ونهار لا. صافي البنات هذه هي الطريقه، المهم ما تردوش انكم تجربوها، راها فعاله، غير انكم خاصكم تداوموا عليها واحد شويه، ضروري الاستمراريه على الوصفات الطبيعيه. غادي نقولها لكم دائما وابدا، نقول لكم الاستمراريه باش نوصلوا النتائج اللي بغينا حنايا والمرضيه ان شاء الله بطبيعه الحال. الحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات ان الوجه ضروري يكون نظيف. البنات ملي نعملوها على الوجه ديالنا نكونوا كنتسناوها انها تنشف لينا، نحاولوا ما امكن ما نهضروش، لان كل ما هضرنا غادي تعطينا نتائج عكسيه، يعني تقدر تعطينا تجاعيد، يعني من الافضل ما نهضروش. البنات ما تردوش انكم تجربوها، من الاستعمال الاول غادي تبان لكم غادي يبان لكم الفرق كبير، يعني غادي تجبد الوجه ديالكم، غادي تجبد لكم البشره، وغادي تعطي هذه الوصفه غادي تعطيكم واحد النضاره وواحد الاشراقه للوجه، صراحه رائعه وكتستحق انكم تجربوها. الى شاط لنا البنات اشنو غادي نعملوا له؟ غادي نخبعوه في الثلاجه ولكن على الاقل 3 ايام، ما نقدروش نفوتو 3 ايام. بحال دابا انا بقى لي هاد شويه غادي نستعملو بالليل فقط، يعني ولكن نتوما في حالتي الا درتو كميه اكبر وبغيتو تحتفظوا بها في الثلاجه، ممكن انكم تخليوها كما قلت لكم على الاكثر 3 ايام، 3 ايام على الاكثر. صافي غادي نخليوها حتى تنشف، وغادي نغسلوها كما قلت لكم بالماء البارد البنات، بارد، الماء بارد ديال الصنبور، يعني ديريكتامين تيب الصنبور، ولكن ما تزيدوش فيه الماء السخون، يعني البارد. غادي نغسلو الوجه ديالنا، وممكن انكم تعملوها حتى العنق، لان ديك التجاعيد اللي كيبان لنا في العنق ممكن انكم تعملوها، انها حتى هي مزيانه بالنسبه للعنق. صافي البنات هنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، كما قلت لكم ما ترددوش البنات جربوها. المكونات بطبيعه الحال عندنا في الدار، انا قلت لكم الزيت ديال الأفوكاتي يعني الأفوكا، ممكن أنكم تبدلوه بزيت الأرغان إذا كان عندكم، أو زيت الخروع أو زيت اللوز، يعني ما فيهاش مكونات. البيض راه أي متواجد عند أي واحد، جيل أليوفيرا إلا ما لقيتوش الجيل عملوا هذه النبتة، راه النبتة أفضل بطبيعة الحال، أفضل بكثير من الجيل، ولكن في حالة إلا ما كانش النبتة ممكن أنكم تستعملوا الجيل. صافي البنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديال اليوم، كما قلت لكم نتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، تهلاو لي فروسكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله. بسلام عليكم. Aquí llegamos al final del video de hoy. Espero que te haya gustado el remedio. La verdad que es muy muy bueno y muy efectivo. No dudéis de probarlo. Y muchas gracias por la visualización.